السلام عليكم، مساء الخير. هذا فيلم الله يذكره فيه جيد لإبداعات خرطومية اللي عملت بعد القيادة العامة. المقرن الله يذكره فيه قطع، فهنشتغله من جديد ثاني. أنا في حي المقرن، دي جريدة جديدة اسمها جريدة المواكب. هم عاملين الجدارية دي كده بطول الحيطة، والجهة الثانية السودان والأمريكا سالوفيشن ارت، سالفيشن ارت، المهم الحرف الفن. تيم عامل جداريات كثيره في كم منطقه. طبعا الحل في البلد جابت عبارات كثيره، الحل في التكنولوجيا، الحل في الفن زي ما هنا مكتوب. الجزء ده فيه عبارات لها علاقه بثورتنا المجيده، حنبنيه ننهض بس دي ما في كانت طبعا. حرية، سلام، عدالة، نزلت البيض، البيض تنزف، كولومبيا فض الاعتصام، المواكب، السودان بدون كيزان، حنبنيهو 130 المشنقة بس، شهيد كاكا 6 أبريل عظيم جدا، أصحى ثلاث 30 نبض كان عظيم، مدن السودان تنتفض، مدنية، شهيد مطر، أنجز وليد تبريده كان في مصر، كاكا دي شهدانا، كاكا أحمد كهربا، دودو، روسيلة الراسطة، عبدو زيك يا أستاذ، إن شاء الله كويس. المطر، فيشة، عظمة، شهيد الفاتح، بكر عمار، شهيد تبيدي، شهيد أحمد، دي كلهم شهدانا. ولو فرصونا بيذكرنا بشهيد مطر، أحمد هاشم مطر، كنداكات أثاير، خرطسان مشرومة. الطوب ده هنا مغطي حتة شوية ما ظهر، لكن الفوق حنبنيه تقريبا، حنبنيه سودان تحت، أنا ما عرفت قد شنو فيها. الطوب هنا مدن ولا مدين، عرفت هذي أنا لازم بقى شنو مرين. في ثار هنا ما ظهر بدسة ولا طوب أو طوب دساها، ثار تانية لوا والرينج والعقدة اللي من السودان. حتى لو شديد ما سوى سوداني. الخلفية علمنا القديم، لكن في تطريز كده. العمة مشهورة بها في السودان، ثائر عامل عن طريق فيكتوري في السودان، ملون شكله كله كده وردة، داني وردة. ليش دي جريدة فوق نجيها قريب من فوق الطير دول. الحمام ده برمز للانطلاق والحرية، بس كان مفروض هنا الجيد يكون مفكوك شوية، في مكسور. حرية، سلام، وعدالة، مدنية، خيار الشعب، حرية، سلام، وعدالة، ثورة، خيار الشعب، اليد المقبوضة دي دائما بترمز للصمود، ترمز للنضال، ترمز للحرية. برضو هنا ايوه هنا القيد مفكوك وهم طاير، يعني فكرة انه تحرر حرية. For to be free is not merely to cast off one's chains but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. اسم ده مدل العظيم جدا. جارية المواكب، بوصف في الجدارية اللي أكملت جديدة. السلام عليكم، أنا قاعد أوصف في الجدارية دي، والله استأذنكم كان، معلش، الله يخليك. طيب نمشي شوية هنا، برضه هي الألوان تعلمها القديم، شغلي
اصفر اخضر هيا مشيت هناك. شكرا لك. الله يخليك تسلم. استقباله احمد الحسن سالم شيخ العظيم بلدية في الجناحي تاني وقت الناس تبي عالم هي وطني افتكر واجع تزول اللي بيجيك ما يقدر فيك غير الهجر ناس توالم صادمة. الداكات كان لهم دور كبير في ثورة ديسمبر المجيدة العالمين هنا وهنا. كان داكا وطرم لعزة عزة الوطن زي ما تقول أستاذنا خليل شاعر عظيم فرح زي الجهة اللي هناك دي كان في برضو كتابات لعلاقة بالثورة ثورة ديسمبر أخوانك يا بليد حالة تاشر تقلب في العباسية أصحى يا ترس تسقط تاني نموت يحيى الوطن رصاصة حية الجنجوي الجنجوي طباطة شهداء ديسمبر نحن أيوة لا عرق لا لون لا عنصرية الخوف لا يمنع موتا بل يمنعنا من الحياة أكيد طبعا جوا الحصة لما تكونوا طبعا معناها ننسى الإنصراف كلها مش ما مهم عن كل ما مش مهم نتقن سياسة الحرار مهم. طيب حب وسلام هنجيب التارم الشهيد تحية لك قاسم السلطة أم در تحية لأم در عظيمة وتحية لكل مدن غور السودان ارفع ايدك فوق التفتيش بالزوب ارفع ايدك حبة التفتيش بمحبة ارفع ايدك تاني التفتيش في ثواني بنقبل الدية الدم قصاد الدم بنقبل الدية والدم قصاد الدم لو حتى مدنية حرية سلام وعدالة حرية مكتب 6 أبريل سقط السفاح دم الشهيد ما راح ليلة سقط الساحة الدم بالدم شوف هذا رمضان حرم شايلين الهم فكم شايلين نجيب التار تسقط بس مدنية كم ذاك قيادة ثورة ذكرى ثوار سلام سلمية حس وطن بحري برضو زي الدرمان كان فيه حراق عظيم أوالق نخليها الهاشتاق الفلونة بتاعت سندون كويزان أحرار دلنا تشتغل في دارية أنا ما يفتديش مقزم بيها لكن طيب دي الجدارية انتهت زي ما قلت لكم قبل في اللايف القطع ما كان في بالي انه اشتغل توثيق الجدارية تاني بعد الجدارية اللي اشتغلتها في ناصر